الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم في مؤتمر الطب النفسي لكلية طب عين شمس بقيادة المايسترو بتاعنا الأستاذة الدكتورة عفاف حامد وجميع فريق العمل. يعني شرف كبير ليا اني اكون موجود معاها على منصة قسم الطب النفسي في كلية طب جامعة عين شمس. يعني ده شرف كبير. برضو في الأول برضو لازم برضو بشكر شركة اوتسوكا على هذه الدعوة الكريمة إن أنا أبقى معاهم في الإندستري سيمبوزيوم بتاعهم. التوبيك بتاعي النهاردة اللي بتكلم فيه هو الأوجمنتيشن إن ديبريشن. طبعا الديبريشن يعني الأجندة بتاعتنا في الأول هنتكلم عن introduction الديفينيشن اوف ريزيستنت ديبريشن، ولسه هنتكلم ونقول ايه الديبريشن ومشكلة الريزيستنت ديبريشن تحديدا يعني، والإمباكت اوف ريزيستنت ديبريشن وازاي بنقدر نعالجه، ومينلي هنركز على الرول اوف اريبيبرازول في الاوجمنتيشن بتاع الديبريشن، وننهي بالرسالة بتاعتنا. الديبريشن زي ما بنوضح ان هو كرونيك ريكارنت progressive condition، ما هواش حاجة سهلة، ما هواش مرض سهل، مش حاجة بسهولة نقدر ان احنا نعتبرها حاجة عادية زي ما بعض الناس بتعتبر وتقول لك اه ده اصل عنده شوية حزن شوية اكتئاب. لا، لازم طبعا نفصل ونفصل الجزء المرضي من الجزء بتاع اللي بيرسونز. من ما بنشخص ميجر ديبريسيف تقول لا ده مرض ومحتاج تدخل طبي. الديبريشن از توتال بودي ديزيز، مش مجرد كمان ان هو برين ديزيز بس، لا ده بياخد كل الجسم كله، اسوشيتد وذ التريشن في كل الاستراكشر والفانكشنز بتاعت البرين كلها، الاستريس والبين وكل الاسوشيتد كيميكال تشينجز اللي بتكون حاصله في النيوتروف فاكتورز بتكون موجوده برضو مع الدبريشن. الريميشن هو هدفنا، الفول ريميشن الفانكشنال ريكفري مش الريسبونس از اور التيميت جول. ما ينفعش نعالج عياننا ونسيب له حته صغيره او نسيب له حاجه صغيره موجوده عنده تفضل ايه سبب للريكارنس وان هو يحصل له ريلابس تاني والكولونيستي ويبقى معاه كوموربيدي زي ما هنوضح ونقول. القصه بتاعت الريزيستنت ديبريشن بدات من زمان مش من دلوقتي ومن القرن الماضي، بقت كمان القصه كلها في الدراسات الاحصائيه الاستاتستيكال اناليسيز والاهتمام بالريسيرش وانه قد ايه الدواء ده والحاجه دهيت والعيانين دول استجابوا وكم عيان منهم استجاب كم عيان منهمش استجاب، وزادت طبعا بعد كده 1950 مع ظهور الادويه وزادت اكتر واكتر دلوقتي مع الاستاتستيكال اناليسيز للتحسن، مش كمان تحسين الدواء اللي بيعمله في المريض وبس، والتحسن على مستوى الديفرنت سيمتومز والاعراض المختلفه وامتى وفي الميلز اكتر ولا في الفيميلز. فبقى في اللي ايه الدراسات الاحصائيه دي بقت جزء مهم قوي قوي، حددت لنا قد ايه من عياننا ما بيخفوش. وده بيقودنا للتعريف الصعب، التعريف الصعب فعلا ده تعريف صعب جدا من اصعب التعريفات definition of TRD treatment resistant depression. وبرضه اشرف ان انا كنت يعني مع المجموعه بتاعت الجمعيه المصريه للطب النفسي تحت قياده الاستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب والاساتذه من الجامعات المختلفه ان احنا عملنا او بنعمل زي الجوريزم للعلاج بتاع التريتمنت ريزيستنت ديبريشن تحت اشراف الجمعيه، يعني واحده من الانشطه بتاعتنا، واشرف ان اكون يعني حد من الاساتذه العظام اللي اشتغلوا في هذا في هذه الدراسه يعني، او الالجوريزم ده جايد لاينز فور تريتمنت اوف ريزيستنت ديبريشن. يعني تعريف صعب، التعريف مش سهل، لازم يبقى تو ترايلز او اكتر من الدواء فول دوز فول بيريود. لازم نبقى واضحين في القصه ديت، لو امبرامين 150 مللي جرام في ناس قالت لا دوزس اعلى، في ناس جت كمان قالت لا ده ولازم يكونوا الدوايين من مجموعتين مختلفتين، في ناس قالت مجرد الريزيستنس للاي سي تي او كورس الاي سي تي ده برضه ريزيستنس. فطبعا بقت القصه ملخبطه وهي مهمه، ليه؟ لان الرساله اللي انا بوصلها النهارده هو الايرلي انترفينشن. العالم كله النهارده بيتكلم على التدخل البدري من الاول، مش هقعد استنى لسه 6 لـ 8 اسابيع واربع. خلي بال حضراتكم في بعض تعريفات هتلاقيها 4 لـ 6 اسابيع، في تعريفات تانية بتتكلم في مدد اقصر يعني قليلا. القصه كلها في ان انا لازم اكون بتدخل من بدري، وانا لو ما جاليش تحسن في اسبوع او في اسبوعين لا ده لازم يديني علامه
انه في حاجه هنا معينه غلط، مش هينفع ان انا استنى اكتر من كده، هخلي عندي يفقد الليفلز اوف ريزيستنس سنجل ادكويت ترايل فور ميديكيشن ما دام ما عملش حاجه. الاولاني اول دواء منهم، الثاني لقى الدوايين، الثالثه دوايين واوجمنتيشن، الرابعه دوايين واثنين اوجمنتيشن، الخامسه ما استجابش للاي سي تي. البريفلنس اوف تريتمنت ريزيستنت ديبرشن، مالتيبل ستادز بتقول ان ابروكسيمتلي 20% اوف ديبرس بيشنت كونتينيود to suffer from depression up to 2 years. ادي معلومه مهمه. Despite the completion of multiple antidepressant medications, 15% من العيانين اللي diagnosed with MDD, major depressive disorder, will continue, هيكملوا ويبقوا chronic، يعني جاي يكمل بقى recurrent episodes تانية، يكمل dysthymia, less moderate, less severe depression, chronic depression على حسب. Even among patients to experience significant reduction in their depressive symptoms following an adequate antidepressant trial، كان بقى من 60 ل 70% منهم بيفشلوا ان هم يوبتين complete remission of these depressive symptoms. يعني مين اللي بيتحسنوا وبيخفوا معانا؟ هم حوالي التلت فقط، وده برضو هنوضحه واحنا بنتكلم دلوقتي. التعريف دي واضحه قدام حضراتكم، كلمه الريميشن، بس انا قصدي لازم تبقى، انا جايبها ليه؟ عشان في البراكتس تبقى موجوده. الريميشن اكتر من 75%، الريسبونس جاب ال 50%، نون ريسبونس من الاول 25%، والبارشال ريسبونس ده برضو في الاسبوعين الاولانيين. انا هدفي المجموعه دي، المجموعه دي ما تستناش عليها، اعمل لها اوجمنتيشن من الاول على طول وشوف لها حل تاني. اصلا برضه النقطه اللي انا بشير مع حضراتكم ونتكلم فيها بعد المحاضره ما تخلص، هو انا لو استنيت على العيان العام مش هيستنى عليا، ولا اسره العيان هتستنى عليا، بعيان تريتمنت ريزيستنت ديبرشن، يعني عيان عيتهم الحيل اسرته وعاوزين حل او ملاذ لهذه القصه. فدي نقطه. طيب طبعا الريلابس والريكارنس واضح، انا بس بيهمني في دي اني اوصل رساله كمان لزمايلنا الاصغر، اني لازم لما اعالج ديبرشن اضيع السيمبتومز وامشي كونتينيويشن وامشي كمان مينتننس. هو اللي بيحصل ان احنا ساعات دكاتره كتير هدفها بس انه ايه الاعراض تخف بس، طبعا ده مش صح ومش مظبوط. الريت اوف ريسبونسز قلنا اونلي ثيرد اوف بيشنتس اتشيف فور ريميشن، حوالي 35% ل 45% fail to respond to adequate trial of antidepressants. رقم كبير مش صغير، من 10 ل 15% بيوريني partial response، وحوالي 35% non responsive. هما الاثنين اللي تحت دول اللي كانوا باينين في الجراف اللي قبل كده، ما تستناش لما يكملوا 6 اسابيع، ما تستناش لما يكملوا لثمان اسابيع، على طول من الاول اتدخل واعمل حاجه معينه اللي بيها تقدر تفيد العيان بتاعك دوت. في عندنا الابسوليوت تريتمنت ريزيستنس فيلير تو ريسبوند، مش مستجيب خالص. والريلاتيف تريتمنت ريزيستنس باينه من الاسم، هي ايه؟ في شويه ريسبونس بس طبعا مش كافي. ليه؟ دي لسه هنتكلم فيها، لان ممكن اكون انا الدكتور اللي كاتب الدوز والجرعات والوقت والتايمنج بتاع الدواء، مش كاتبه بالصوره المناسبه او الصوره المثلى. تريتمنت ريفراكتوري ديبرشن مسمى تاني فيلير تو ريسبوند تو تو دراجز، فرقها ايه من التريتمنت ريزيستنت؟ هل هم سينونيمس؟ هل هم شبه بعضيهم؟ بص، ذا تيرم اوف تريتمنت ريفراكتوري ديبرشن also used to describe and refer to patient experiencing treatment resistance, although treatment refractory suggests a greater degree of resistance. أشمل وأكبر وبيخلي المشكلة بتاعتنا أكبر ومش بيستجيب ليها. هنا متجمعة كلهم بقى الآراء كلها، الريسبونس والريميشن والريكفري والنون ريسبونس من الأول، وإحنا قلناه وده هدفنا في المحاضرة بتاعتنا بتاعت النهاردة. والتريتمنت ريزيستنت ديبريشن بارشال ريسبونس، التريتمنت ريفراكتوري ديبريشن لا، عام واكبر ومشكلته اكبر. الستار دي دراسه يعني مشهوره ومعروفه وريفرنس، من 50 ل 66% اوف بيشنتس ويز ديبريشن دونت ريتش ريكفري، ما وصلوش التحسن. التحسن الكامل وصل معانا اونلي بتلت العيانين اللي كانوا موجودين على الانتي ديبريسنس. شويه تعريف بقى وشويه ايتيولوجي كده سريعا قبل ما نخش في الحلول بتاعتنا اللي احنا بنطرحها. السودو ريزيستنت، هو مش ريزيستنت، هو العيان ده ما هوش ريزيستنت، هو سودو ريزيستنت. ان ادكويت دوزنج ايرلي تريتمنت ديسكونتينيويشن، من الاول انت اخترت الدواء بالدوز الغلط،
وقفت الدواء بدري، يا انا يا العيان يا قريبه، يا اما الاستجما، يا اما كل الايتمز هنا بتخش في، يعني تخلي العيان يرجع تاني. وانا في رايي هو ده اللي بيسيء للبرانش بتاعنا، بمعنى انه لو العيان من الاول اتحسن، اخترت له الدواء الصح، ما استجابش في خلال اسبوعين ثلاثه، قمت عامل اوجمنتيشن بحاجه صح، فضلت ماشي على الدوز ده هي صح، عملت سايكو اديوكيشن مع الفاميلي بتاعت العيان ده هو صح، عشان يفضلوا مينتيننج مع العيان بتاعك، وبتشرح لهم ايه اللي موجود ده، وصلت بالعيان بتاعك لبر الامان افتر فول بيريود افتر ذا فيرست ابيسود. العيانين دول لقطه، يعني نتعب معاهم شويه عشان بس ما يبقى ما يقلبش لسكند وثيرد ابيسود واكتر بقى، قلبنا بقى خلاص ده بقى كرونيك بقى، بقى ايه رايح جاي. كذلك من ضمن اسباب السودو ريزيستنس البيشنتس نون كومبلاينس، دي شهيره شهيره. العيان يوقف الدواء علشان السايد افكت، العيان يوقف الدواء علشان خف، العيان يوقف الدواء عشان سعره، العيان يوقف الدواء حتى وتحسن. لكن انا قلت اعمل لك مفاجاه، قلت دايما انا بقولها للعيان مش عايز مفاجآت، قلت افرحك ان انا خفيت وماشي كويس من غير دواء، انا عارف ان حياتك كويس من غير دواء، بس حياتك لازم تمشي برضو بالدواء وبكل حاجه. كذلك الميس دايجنوزس والكوموربيديتيز، انت من الاول انت مشخصه غلط، العيان ده فيه حاجه معينه غلط. النون ريسبونس ده مهمه، وان انا بشوفها من الاول، وانا جايبها بس عشان نوضح البيردن بتاع النون ريسبونس، هاير ديسابيليتي هاير كوموربيديتي وكوموربيديتي ومورتاليتي وورس اوت كوم هاير كوست اوف ديس اوردر، بيستعمل اكسسيف يوتيلايزيشن اوف ذا سيرفيس اللي موجوده، فيلير تو ريكوجنايز نون ريسبونس بور براكتس. طبعا المشكله ان هو العيان ده قلب كرونيك بقى معانا خلاص، وبقى البراكتس اللي فيه مش الفول ادكوت براكتس اللي اتعمل صح. كوزز اوف نون ريسبونس، انت نفسك خايف انك تدي الفول دوز، انت مش مذاكر التول اللي في ايدك والدواء اللي في ايدك، ما انتش سايكاتريست شاطر، اخترت التول صح بس اخترتها بسب ثريشولد دوز مش انتي ديبريسنت دوز. تمام، ميس اندرستود، العيان نفسه فهم الانستراكشنز والتعليمات بتاعتك غلط، كان في كونترا انديكيشن، كان في الدوز وانكوركت اتاخدت غلط، كونكومننت دراج 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 انتر اكشن، حاجه بياخدها كاربامازيبين وات ايفر بيكسر الدواء بتاعنا. كوموربيد منتال اند فيزيكال ديس اوردر، برضه ده مشكله. بريدكتور اوف نون ريسبونس، اقدر اتوقعها. السلايد ده شايفه لطيف قوي قوي، يعني مهم مهم طبعا. لو خدناها كده حسب الدي اس ام 4، انا عارف حمش شغلتي دي اس ام 5، بس انا بحب الدي اس ام 4 عشان المالتي اكزيال سيستم بتاعه، على اكسس 2% ديس اوردر، انكزايتي كوموربيديتي، الديلي في الانيشيشن للتريتمنت، كوموربيد سامس ابيوز، بوزيتيف فاميلي هيستوري، اكستريم ان ايج اوف اونست، الدبريشن سب تايب، كل دي نقط مهمه في اني اقدر اتوقع بيها ان العام بتاعي ده في مشكله فيه. هل في ريسك فاكتورز فور تريتمنت ريزيستنس؟ نشوفها مع بعضينا. نوت ستاينج الانف بيريود، بيفوت جرعات، اندليجنت سايد افكت، مهمه مهمه، الدواء بيتخني، الدواء ضرب لي السكشوال لايف بتاعتي اكتر في الفيميلز، الدواء فيه دراج دراج انتر اكشن، رونج ميديسن او رونج دوز، انت مديله دواء غلط، كو اوكيرنس اوف ميديكال كونديشن and co-occurrence of other psychiatric condition، كل ده بيزود حجم المشاكل. كذلك risk factors for treatment resistant depression الجينيتك فاكتور، كل الاليمنتس والكروموزومز ريليتد للتريبتوفان سبستريت فور سيروتونين سينثيسز والكو-occurring psychiatric condition، الالكحول، الرونج دايجنوزس، البافرتي واللو education، كل من طبعا ايتم مهم ان العيانين معظمهم بيشتروا الدواء على حسابهم، فما عندوش حاجه معينه بتعمل له انشورنس او بتغطي انه يشتري الدواء. كذلك الليفل اوف اديوكيشن، ما يعني مش هيهتم قوي بان هو يفكر التفكير البروفيلاكتيك الوقائي، بيبص تحت رجله وبس، مش شايف قوي قوي ان ليها فايده اني اعمل متابعه فور ريلابس بريفنشن. طيب الكوزز فور ريزيستنس زي ما وضحناها برضو قلنا، بس بنجمعهم بقى، انكوركت برايمري دايجنوزس، السيفيريتي اوف ديبرشن، كل ما يكون سيفير، الكرونيستي اوف ديبرشن، جريتر نمبر اوف سوماتيك سيمبتومز، مهمه جدا 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 دي، نخلي بالنا منها. كل العيانه بسميها قطه بتجري وانت بتجري وراها، ايدي ظهري رجلي كل الحاجات دهيت، والايموشنال ابيوز، الايموشنال تروما، الكوموربيد سايكاتريك ديس اوردرز، الانكزايتي ديس اوردرز، من 40 ل 60% من الدبرشن بيكون معاها.
انا بعتبره مين كور substance abuse, personality disorder, eating disorders, ال patient factor, compliance, بياخد بنجمع نفس النقط, individual difference في drug metabolism, ال physician factor, underdosing, inadequate length of treatment. دي كل دي مهمتك تشرحها وتقولها للعيان بتاعك. ال according to WHO, one fifth of the primary care patients may suffer from pain. وبيبقوا أربع مرات مور لايكلي المرضى بتوع البين دول مرضى شهيرين جدا جدا, وعشان كده علاقتهم ب اللي بص حضرتك شوفوا حضراتكم اسمعوا four times more likely to have comorbid depression and anxiety. وجود البين لوحده بيخليها comorbid. ايه ال unmet medical needs in the treatment of patients with MDD؟ lack of biomarker, ما عندكش حاجة معينة تحدد لك ال depression biomarker اللي موجودة, lack of understanding of risk factors وال outcome أو predictors for major depressive disorder, lack of effective major depressive treatment till now, كل الأدوية فيها كذا فيها كذا, بندور على augmentation نسند بحاجة معينة. طيب الحل إيه؟ عرضنا المشكلة وقلنا كل جانب فيها, الحل الحل بتاعنا إيه؟ ري ايفالويشن الاول للدايجنوزس بتاعك وتشوف والدوزس والديوريشن والدراج وتشوف التريتمنت استراتيجيز بتاعتك, هل الادويه هنعمل بيها ايه, وهنطرح الاطروحات كلها دلوقتي. اوبتمايزيشن لازم قبل ما احكم ان الدواء, واحنا قايلين في اول التعريف لازم فول دوز فول بيريود, ما ينفعش اكون مدي سب دوز, لو مدي دوز قليله لازم اعمل اوبتمايزيشن اوصل للهاير دوز قبل ما احكم ان التول دي مش نافعه والدواء ده مش نافع. الاوجمنتيشن والكومبينيشن سويتشنج لسه هنوضح رسالتنا فيهم دلوقتي. الاذر سوماتيك تريتمنت وبيخش معاها البرين ريزم ثيرابي والنون فارماكولوجيكال السايكولوجيكال تريتمنت المختلفه السايكوثيرابيز وهنقولهم, وكذلك في لاين جديد وهو الاسكيتامين فور ريزيستنت كيسز. الاوجمنتيشن كلام على الليثيوم كلام عليه كتير, الشهير الثاني الثيرويد هرمونز وبعض الانتي ابليبتكس. اما الجزء بتاعنا اللي احنا مهتمين بيه في المحاضره النهارده اللي هو الاتيبيكال انتيسايكوتكس, هل في انتيسايكوتكس تنفع؟ موجوده, الاولانزابين, الكواتيابين, الريسبريدون, الكلوزابين طبعا ده ليه مشاكله وليه يعني عيوبه. الاف دي ابروفد انتيسايكوتك ميديكيشنز ان ام دي دي, ده اف دي, الاريبرازول, الكواتيابين اكس ار والاولانزابين ان كومباينيشن مع الفلوكستين السيمبياكس. او دي محاضره انا كنت قلتها قبل كده اللي هي الانتي سايكوتكس اللي ليها انتي ديبريسنت اكشنز, هل في انتي دول منهم اللي هم احنا لسه شارحينهم وقايلينهم, الاريبرازول, الكواتيابين, الاولانزابين, وهينضاف عليهم مجاميع جديده من الانتي سايكوتكس الجديده. ده شغل كبير يعني كتير معمول فيها, بس الرساله اللي عايز اوضحها انه هنا لو هستعمل بستعمل لو دوز, لو دوز يعني لو اتكلمنا على المولوكيول بتاعنا النهارده الاريبرازول وكذلك الباقيين لازم تبقى لو دوز, عشان الهاير دوز هتقفل الدوبامين اكتر فهتبقى انتي سايكوتيك دوز. يعني هجمعها في الاخر على المولوكيول الذكي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده, الهدف بتاعنا للدوبامين انت بتقفل لو دوزج للدوبامين وبتعمل, لان طبعا الدوبامين لما بيكون قليل انت هدفك انك بتزوده فين؟ في البري فرنتال كورتكس, وده اللي كان لما بيعاطي بيبقى عامل حاجه اسمها السينابتيك ديبرشن, وده بيحققه على الدوبامين ريسبتور 1 بيحققه الاريبرازول. السلايد ده سلايد عام البوتنشال ميكانيزم اوف انتي ديبرسنت افكت للانتي سايكوتيك واضحه قدام حضراتكم على الافكت داون ريجوليشن ال 5 اتش تي 2 اي, على الافكت بتاعه البارشال اجونيزم على ال 5 اتش تي 1 اي ميكانيزم اوف اكشن اوف بوسبيرون بيزود الدوبامين في البري فرونتال كورتكس, رابيد ديسوشيشن من الدي 2 مش زي التيبيكال القديمه تقوم ماسكه وتايت وتبقى ايه تعمل له للعيان ده هو انهيدونيا وديبريسيف لايك سيمتومز وتخليه يوقف الدواء, تخليه يوقف الانتي سايكوتيك ده لانك قفلته خنقته ما بقاش فيه متعه ولا هيدونيا ولا بلاجر. الاكشن على البرين درايف نيوروتروفيك فاكتورز, الاكشن على ال 5 اتش تي 6 و7, الاكشن على ال 5 اتش تي 2 سي ده موجود اللي هو الميكانيزم اوف اكشن اوف فلوكسيتين, وكذلك النور امفرين ترانسبورتر وده مين لي للنور كواتيابين. هنا الميكانيزم اوف اكشن التجميع ديت لطيفه قوي قوي, ده برضه انكلودد فيها الاريبرازول, السيروتونين الاكشن بتاعه على ال 5 اتش تي 1 اي البارشال اجونيزم او الاجونيزم بيزود الدوبامين في البري فرونتال كورتكس.
الانتاجونيزم على ال 2E بيزود الدوبامين ريليز في الفرونتال كورتكس. اوكي ال 5 اتش تي 2 سي اللي زيه زي الميكانيزم اكشن اوف فلوكستين انكريز ان دوبامين اند نور ابينفرين في البري فرونتال كورتكس. طب وشغله على 7 بيزود السيروتونين في ده، هو كده بيزود الدوبامين والدوبامين والنور ابينفرين والسيروتونين في البري فرونتال كورتكس فبينعش المنطقه. سريعا مش هطول في الفارماكو داينامكس اوف اريبيبرازول، الاكشن بتاعه على 5 اتش تي 1 اي بارشال اجونست على 2 اي ريسبتور، وعشان كده هو اتيبيكال انت سايكوتيك زيهم، وبيبقى الافكت بتاعه خفيف على 2 بي انفيرس اجونست، على 5 اتش تي 2 سي بيكون بارشال اجونست وعشان كده ليه الانتي ديبريسنت افكت، وال 5 اتش تي 7 بيبقى ويك بارشال اجونست، وكمان ملوش اي يعني فيري مينيمال افكت على الهيستامين والالفا ادرينرجيك والدوبامين 4 والترانسبورتر والماسكارينيك، فملوش سايد افكتس عليهم. هو سمارت دراج، هو سمارت دراج في خاصيه الفانكشنال سيلكتيفيتي، يعني هو ميكس ما بين الاجونست والبارشال اجونست والانتاجونست، وانا حتى بوضحها واقولها حتى الدواء وهو بيشتغل بارشال اجونست بيتارجح ما بين الاجونيزم والانتاجونيزم، فهو سمارت، هو ذكي هو بيعمل ايه. وهربطها بالسلايد اللي جه قبل كده بالدوز بتاعه، انه تبقى الدوز قليله 5 مللي 7.5 يعني ما بتزيدش عن كده كادجفنت في الدبريشن، لانه هو الدواء ده الاريبيبرازول او الابيليفاي بدوز 5 مللي ده يشتغل انتي ديبريسنت، بدوز 10 مللي جرام انت خلاص طالع شويه ناحيه الانتي كانتي سايكوتيك، 15 مللي جرام 20 مللي جرام انتي سايكوتيك، انتي مانيك انت هتستعمله اكتر بدوز 30 مللي جرام. فيعني انا قصدي ايه، الدوز هتفرق، الخمسه غير ال 20 غير ال 30 يعني، فحتى في الدياجنوزيس كلها في المختلف الامراض كلها، فبس بقى الواحد فاهم وعارف هو بيستعمل ايه. الاريبرازول طبعا هيستعمل لونج يوز ادجفنت مع الانتي ديبريسنت، هيحركه بالفعل، هو بيحرك كتير انتي ديبريسنتس مش شغاله في العيان، ساعات انت بتيجي تدي كذا انتي ديبريسنت وهجيب كذا ستادي ومبينهم، وبص تلاقي انه ايه، لا ده حرك العيان ده هوت يعني شغل فيه اظهر فيه الانتي ديبريسنت اكشن اللي كان مش ظاهر قبل ما نضيف ال 5 مللي جرام ابيليفاي والاريبرازول دول. انت هتديه لونج تيرم، هل هو ليه ميتابوليك افكت؟ لا ملوش خالص خالص ملوش، يعني هو سيف، وعشان كده بحب الترم اللي فوق ده، واحد ما هو من الميتابوليكالي فريندلي انتي سايكوتيك، ميتابوليكالي فريندلي انتي سايكوتيك او الاريبرازول وبقيه الزبرازيدون ده طبعا ما بقاش موجود عشان الهارت سايد افكت بتاعه والاميسول برايد. ف دي رسالة اللي أنا بوصلها، إن هو the lack of early improvement من أسبوعين لأربعة أو حتى أربعة ده بريدكتور إن هنا في حاجة، إلحق اتدخل، إلحق شوف. الكانمت جايد لاينز قالت في الأول إنك أنت هتدي الدواء بتاعك من 4 لـ 8 أسابيع، إحنا بنتكلم في إنه إيه من 4 لـ 6، ما جابش نتيجة هتعمل أوجمنتيشن وذ أنتي سايكوتيك أو مع الليثيوم او وات ايفر، بس مين اللي ادى البريورتي الاول الانسكود، وكمان او سويتشنج الكومباينيشن خلاها في مرحله ثالثه وراهم، فاحنا كده مقارنتنا هتبقى مع السويتشنج اللي موجود قدامنا. دي الاستادي دهيت هان 2013 ايه بريزول اوجمنتيشن بس انتي ديبريسنت سويتشنج، هنقارن بقى الاثنين اللي احنا شفناهم من اهوت، لانه الكومباينيشن رجع لورا شويه بقى بعديهم بقى يعني حل فيما وراءهم بعديهم يعني. فعشان كده الاستادي ديت كده بس هعرض بس النتائج في الـ 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 العيان اللي بياخد الاريبرازول الاوجمنتيشن وذ اريبرازول سبيسيفيكالي فيرسس الايه السويتشنج ريجاردنج الريسبونس ريت وريجاردنج الريميشن، واظن الفروق واضحه وهايلي سيجنيفيكانت، وهو بالفعل يعني في الاوجمنتيشن هايلي سيجنيفيكانت اسوشيت وذ جريتر بيرفورمانس او امبروفمنت، يعني greater performance for these antidepressants for improving these depressive symptoms and better response remission rate. ديت برضه كذلك الجايد لاينز في الفيرست لاين حط لما تعمل اد اون حط الاريبرازول واداله بقى برايورتي على الليثيوم وعلى الاولانزابين وعلى الريسبريدون.
يعني الليثيوم بس هو الليثيوم طبعا ليه المشاكل بتاعته في الاستعمال، وال انك لازم تعمل التحليل بتاعه كل شويه. الراشونال فور ادجفنت تريتمنت تو انتي بريسنت، عندنا حوالي من 40 ل 50% من الميجر ديبريسنت اوردر بيشنتس دونت اونلي فور تريتمنت وذ سنجل دراج، 60% من العيانين مش بيوصلوا الريميشن وذ سنجل ايجنت with at least one antidepressant adequate dose, adequate duration. كل ده وضحنا. وكذلك 50% of those who recover from the first episode of depression will have no or more additional episodes هيجيله will have one or more هيجيله episode دي واحدة يا اتنين في الوقت اللي جاي اللي بعد كده، يعني هيبقى فيه كورونيستي مع العيان ده. The effect of aripiprazole دي study تانية نيلسون 2010 هنعرض فيها، بس هو بيقارن فيها الافكت اوف اريبرازول لما تقاد على لما نضاف يعني على الانتي ديبريسنس ريجاردنج ديفرنت ديبريسيف بروفايل سيمبتومز. هتشوفهم من اهوت هتلاقي الايه الفروق ما بين الاريبرازول لما كان ونضاف على الانتي ديبريسنت، وهنا كان الانتي ديبريسنت ومعاه بلاسيبو. فطبعا بين الفرق ريجاردنج ذا ديبريسيف سيمبتومز ريجاردنج الجلت ريجاردنج الانكزايتي سيمبتومز السويسايد، واي ثينك كمان الاوبسيشناليتي، يعني هو بيفيد جامد قوي قوي في ان هو يكونترول الاوبسيشناليتي. الاستادي دي استادي ثانيه رولاند 2008 هي قديمه شويه بس بتبين مهمه قوي قوي رابيد ريليف ان ان ريزولفد سيمبتومز. الرابيد ريليف اللي بنتكلم فيه يعني اللي هي لو اتعمل البراكتس ده مش هيخلي العيان بتاعنا يخش فيه تريتمنت ريزيستنت ديبرشن من الاول. كلمه سريعه على سويتشنج بقى استراتيجيز، هتضيف بقى هتقعد تنقل على حاجه تانية من الاس اس ار اي للترايسايكليك للاس ان ار اي للوات ايفر، وتخلي بالك عشان طبعا ده الماو ما عادش موجود دلوقتي. الكومباينيشن تريتمنت هتضيف له بروبروبيون هتضيف له بروسبيرون يعني الحاجات ديت، بس احنا قلنا ان الاوجمنتيشن وذ انتي سايكوتيك كان ليه البريوريتي في حسب كان مات جايد لاينز. واحده من الفيزيكال انترفينشنز ريكارنت ترانس كرينيال ماجنتيك ستيميليشن، بس برضه النتائج بتاعته ما هياش يعني نتائج الاي سي تي او البرين ريزن ثيرابي بتكون افضل. كذلك الديب برين ستيميليشن مش بيستعمل يعني الفيجاس نيرف ستيميليشن في حالات المودريت ديبرشن، وطبعا هو ايرا قديمه مش وبرضه النتائج بتاعته ما هياش مجديه قوي. بالنسبه للاذر او النون فارماكولوجيكال لاينز اوف مانجمنت الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي ده واحد الافيكاسي اوف سي بي تي في الستار دي برضو كان موجود والنتائج بتاعته كانت معقوله ومحطوط كحل من الحلول او الالترناتيفز اللي ممكن نختار فيها زيها زي الايه الاوجمنتيشن والنون فارماكولوجيكال. وكذلك الاسكيتامين برضو واحد من الحلول المطروحه، كل حاجه ليها مزاياها وعيوبها. واحده من النوفل ايجنتس بس انا جايبه يعني للذكر بتاعه الايميتيفيدين اللي هو الاس ان دي ار اي سيروتونرجيك نور ادرينرجيك دوبامينرجيك تريبل بابتيك انهبيتورز، واحد في البايب لاينز لسه ما نزلش. بنهي الهوم تيكرز الهوم مسج بتاعتي بانه ذا يوز اوف اريبرازول اوجمنتيشن in major depressive disorder MDD have dramatically increased worldwide and continue to be one of the best available augmentation options. فده اللي بيورينا ان احنا دايما بهدفنا مصلحة المريض بتاعنا، فلما بنعمل adding او نستعمل الابليفاي small dose as adjuvant مع الانتيدبريسنت بيفيد قد ايه في تحسين الاعراض اللي موجوده عند العيانين بتوعنا ويخليهم ما يحصلش فيهم انتكاسات تاني. بشكر حضرتكم شكرا جزيلا، واي سؤال اي استفسار تحت امركم. شكرا.